بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر المنصة وأشكر السادة الحضور وأشكر أستاذة الدكتورة إيمان والأستاذة الدكتورة سوير على دعوتهم الكريمة. إن شاء الله مؤتمر ناجح من أول لآخر لحظة. أنا اخترت الكلام على النيوتريشن في الكريتيكال كير لأنه لو قلنا أن حد من اللي موجودين دول بيشتغل آي سي يو، خلينا نعترف أنه آخر أسبكت يفكر فيه هو النيوتريشن. يعني أنا لو طلعت النهاردة اتكلمت عن ميكانيكال فنتليشن، على السيديشن، على السيبتك شوك، على الشوك عموما، على أنتي بيوتك ستيور شيب، ده مش هيكون مستغرب، ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه كل يوم. لكن النيوتريشن ده الفورجوتن إليمنت في البيكيوز الحقيقة، عشان كده أنا بحاول أستريس عليه كل ما بقدر. في فاكتس محتاجين نعرفها. فاكت نمبر 1 ان حوالي ربع الحالات اللي بتخش الرعايه المركزه اوريدي جايه لنا مالنورشد، عندها مشاكل نيوتريشنال. فاكت نمبر 2 سواء دخلنا هو عنده مال نيوتريشن او لا، احنا في الرعايه بنجيب له مال نيوتريشن، وكل ما الديوريشن تزيد كل ما المال نيوتريشن تزيد. فاكت نمبر 3 ان التشيلدرن اللي بيقعدوا اكتر من 5 ايام لازم يحصل لهم جروس ريتارديشن داخل الرعايه المركزه، فناخد بالنا. فاكت نمبر 5 ان النيوتريشن بروفيجن مرتبط ارتباط وثيق بالاوتكم. يعني انا لو نسيت العيان بتاعي وبقى كشكت جوه الرعايه المركزه، تاكدوا ان العيان ده لا هيخرج من على الفنتليتور ولا هيخرج من الرعايه المركزه. خلينا نقول ان احنا في الاي سي يوز بنحب حاجه اسمها الباندلز. يعني بنقول ايه؟ انتي بايوتيك باندل، فنتليتور باندل، ديب فينس ثرومبوزيس بريفنشن باندل. فمن ضمن فبنسميهم النايل باندلز اوف بيكيوز. من اهم الباندلز دي اللي هي الانترال نيوتريشن باندل. باندل على بعضها كده، ان انت تاكل العيان، ان انت تقعده 30 درجه، شويه حاجات هنتكلم فيها حالا. انا عارفه ان الوقت ضيق، فاحاول بس ان انا ابعت مسج عشان ما اجرش على رأي على وقت اساتذتي وزملائي. ايه بقى التحديات اللي بتقابلنا في الرعايه المركزه وانا باكل العيان بتاعي؟ وليه احنا فاشلين في النيوتريشن بتاع الكريتيكال ايل تشايلد؟ لان الموضوع مش سهل، حقيقي الموضوع مش سهل. اولا في عندي ديفيكالت نيوتريشنال اسسمنت، اصلا ان انا اقيم العيان فيه مشكله. عندي ميتابوليك ستريس عنيف عند العيان ده، عندي جولز اتشيفمنت ديفيكالتي عايزه احقق، وعارفه انا عايزه اعمل ايه بس مش عارفه اوصل له. النيوترون ديليفري اوبستكلز، اجي اكل العيان الاقيه انتولرانت وبري اكزيستنج بقى مال نيوتريشن. ممكن العيان اصلا داخل لي جاهز ببري اكزيستنج مال ايه؟ نيوتريشن. ستارتنج بالتشالنج نمبر 1، انا عندي ديفيكالت نيوتريشنال اسسمنت، ايفن الدايتيتك هيستوري صعب، عيان داخل وبيموت وحطاه على فنتليتور وفي سيبتك شوك، صعب جدا اقعد اقول للام انت رضعتيه ايه؟ بياخد صناعي ولا طبيعي؟ طب كم سبون بير دي؟ طب دخل بروتين ولا لا؟ صعب جدا، الام هتبص لي كده باستغراب واحتمال تشتمني. الانثروبومتري اصلا صعب في الرعايه، ان انا اوزن الرعايه في العيان في الرعايه المساله مش سهله جدا. كمان البريدكتد انرجي اكسبندجر، انا اقدر ابريدكت الانرجي اكسبندجر في عيان ماشي على رجليه، ليها ايكويشنز والدنيا سهله. لكن عيان في الرعايه المركزه متعرض لكل الحاجات اللي احنا هنقولها دي، اللي هي الفنتليشن والسيديشن والسيبسيز والسيرجيكال انترفينشن والبرن، كل دي حاجات بتلعب لي في الانرجي اكسبندجر. فاذا ما كانش عندي اندايركت كالوريمتري يقيس لي الانرجي اكسبندجر على طول ريال تايم، انا اكشوالي هبقى ميسنج مني جدا ان انا احسب له. بلس ان العيان في ميتابوليك ستريس، وفي حاجات تزود لي الانرجي اكسبندجر وفي حاجات تقللها، يعني السبسيز يزود السيديشن تقللها وهكذا. فانا محتاجه اقيس مش احسب. وطبعا معظمنا ما عندناش الاندايركت كالوريمتري الحقيقه. جول اتشيفمنت ديفيكولتي ليه؟ لان انا زي ما قلت عندي ميتابوليك ستريس فالانرجي اكسبندجر حساباتها صعبه، عندي بروتين كاتابوليزم فانا عايزه احسب البروتين اللي العيان محتاجه اللي هو اكيد اكيد اكتر من العادي، وعندي كمان مايكرو نيوترين ديبليشن. ليه عندي بروتين كاتابوليزم؟ لاني عندي ستارفيشن وامموبيليتي وستريس وانفلاماتوري كاسكيت كبير، شويه سيتوكاينز وانترلوكنز بتطلع تكسر لي البروتين بتاع العيان، والجسم بيستخدم البروتين ده في حاجات كتير. ده بيبتدي من الفيرست مومنت من العيان من دخوله الرعايه، وبنسميها الاكيوت فيز. يعني يا دكتوره الكاتابوليزم بيبتدي من اول يوم، من اول ساعه.
العيان الكريتيكال ايه بيبتدي كتابوليك من اول ساعه وبعدين يخش في بلاتو كده، وبعدين لو انا تدخلت يحصل له ريكفري، ما تدخلتش ما بيحصلوش الريكفري. وبالتالي كلنا بنشوف استاذ دكتور احمد اهو قاعد قدامي يقول لي لو عيان طول عندنا شويه في الرعايه ابص الاقي بعد اسبوعين ثلاثه الواد بقى جلد على عظم. ليه كده جلد على عظم؟ لان العيان في حاله كتابوليزم وانا مش ملاحقه عليه ومش عارفه اديله الاحتياجات بتاعته. بيكسر المسلز عشان يعمل ايه البني ادم؟ عشان يطلع امينو اسيدز يستخدمها في فانكشنز ثانيه، يحرق لي بيها جلوكوز. فدي حاجات مهمه جدا في عيان الكريتيكال ال. عشان كده مهم جدا ان البروتينز ابقى عيني عليه بعد الانرجي، يعني الانرجي رقم واحد، البروتين رقم اثنين. ناخد بالنا the younger the age the higher the protein needs. كل ما العيان صغر كل ما احتياجاتي في البروتين بقت ايه؟ اعلى. كمان ان الهاير بروتين انتيك والهاير انرجي انتيك مرتبطه ببيتر سيرفايفر. لكل ما العين يبقى كشكتك كل ما كان الاوت كام بتاعه اوحش بكتير. طيب الاسبن قالت ايه اعمل ايه في البروتين؟ انا مش هقول ارقام كتير وهعدي سلايز كتير، لكن لو خدنا هنا مثال الطفل ابو سنه ده، لو خدنا بالنا هو بياخد ايه؟ بياخد الافرج بتاعه 0.9، نقول واحد مثلا. ده العيان اللي ماشي على رجليه في الشارع. طب عيان الرعايه الاسبن قالت ايه؟ قالت من 1 تو 2 ييرز 2 تو 3 جرام بير كي جي بير دي. انا بدي مثال واحد اللي هو يعتبر ايه؟ ضعف لثلاث اضعاف اللي محتاجه العيان اللي ماشي على رجليه. يبقى انرجي رقم واحد، بروتين رقم اثنين اللي هو ضعف لثلاث اضعاف اللي العيان ماشي على رجليه بياخده. طيب ايه بقى موضوع المايكرونيوترينت؟ المايكرونيوترينت في العيان الكريتيكال ال زي الزنك والسيلينيوم والكبر والمنجنيز وغيره 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 بيبقى ليها وظائف ثانيه غير الوظائف العاديه في العيان العادي. بحتاجها كانتي اوكسيدنت ديفنس، بحتاجها في الاميون فانكشن، بحتاجها في الدي ان اي ريبير، بحتاجها كمان في الجلوكوز كنترول وفي الوند هيلينج سبيشال في عيانين البوست اوبراتيف اي سي يو. اذا النيدز بتاعتي للمايكرونيوترينت حصل لها ايه؟ النيدز زادت جدا جدا. فحصل ايه؟ حصل ريلاتيف مايكرونيوترينت ايه؟ ديفيشنسي في العيانين دول، عندهم ريلاتيف مايكرونيوترينت ديبليشن. المايكرونيوترينت ديبليشن للاسف بتعمل لي اوكسيدنت ستريس، فبتسوق للعيان وبتنديوس سيبسز والحدوته دي كلها. خلاص اتفقنا ان احنا محتاجين مايكرونيوترينت. الاستاديز قالت ايه بقى في الاحتياجات بتاعنا؟ هل انا هعمل زي بروتين وادي دبل او تريبل الاماونت الريجولر اللي الناس محتاجاه؟ قال لك لا. كل الاستاديز قالت انف ان انت تديله الديلي ريكويرمنتس العاديه بتاعه المايكرونيوترينت العاديه، وده هيؤدي الغرض. بس ما تنساش انت، بس ما تنساش ان انت تديله ايه؟ المايكرونيوترينت بتاعته. بقيه التشالنجز الحقيقه اللي انا عايزه اتكلم عليها شويه نيوترين ديليفري اوبستكل. انا عارفه كل حاجه وحاسبه كل حاجه وفاهمه كل حاجه وانا احسن واحده في الدنيا، واجي ادي للعيان الاكل بتاعه افشل في ان انا اديله الاكل. ودي الحدوته اللي بتقابل ولادنا الصغيرين في الرعايات كل يوم، يا اما باخطاء مننا يا اما بمشاكل للعيان. Whenever there is a working gut, the intranutrition is established. أول ما العيان يبقى هيمودايناميكال ستيبل والجوت سليمة وworking وما عنديش مشاكل، على طول أبدأ intranutrition مش parenteral nutrition. البارنترال نيوتريشن لو أنا عندي absolute gut failure، خلاص الجوت مش شغالة، فهدي parenteral nutrition. ليه؟ لانها سيف اكتر، بتمنتين الجوت اميونيتي اكتر، بتبريفنت الفيلوس اتروفي اكتر، بتمنع البكتيريا ترانسلوكيشن اكتر، كل بقى مزايا الانترال نيوتريشن. لما باجي ادي انترنتيشن بفكر في الحاجات دي. طبعا انا مش هتكلم عليهم كلهم مفيش وقت، بس بفكر في البيست تايمينج، في البيست روت، في الفورمولا سيلكشن، ادي انترميتنت ولا كونتينيوس، واعمل افويدنس للانتربشن اللي بمزاجي. يعني لو عيان انتولرانت هقول لكم هنعمل معاه ايه. لكن مثلا اجي الصبح ايه العيان ما اكلش من امبارح ليه؟ اصل كان نازل يعمل سي تي فوقفنا عشان يعمل سي تي. طب ما كملناش ليه؟ نسينا. اصل عيان نازل يعمل اكس راي، اصل عيان كح. اي حاجه النواب بيتلككوا عشان يوقفوا الانترنيوتريشن او بيخافوا يكملوا الانترنيوتريشن. فناخد بالنا من الانتربشن اللي بمزاجنا. التايمنج اول 24 ل 48 ساعه،
ولازم اوصل ل60% من احتياجات الطفل للبروتين within the first week، ما استناش، واوصل ل60% من احتياجاته من الانرجي within 3 days، ما استناش، مش هقعد ادي فتفوته النهارده وفتفوته بكره وفتفوته بعده، برضه ادخله في مال نيوتريشن. يبقى انا هبقى سريعه في ان انا ازود الفيدنج بتاعي. انترميتنت طبعا هي الافضل، دي طريقه كونتينوس وسايكلينج وانترميتنت وبولس. الكونتينوس ده بنحتاجه العين الانتولرنت قوي اللي مش قادر ياخد معايا الطريقه المعتاده اللي هي الانترميتنت، او العيان اللي على نون انفيزيف فنتيليشن انا يعني محتاره هيبقى اسبريتد مني ولا لا. هاو جاستريك ثم جاستريك ثم جاستريك. الترانس بايلوريك دي انا بحوشها للعيان اللي عنده سيفير انتولرانس، والحمد لله دلوقتي بقت بالبوكس بالسونار جايدد، ما بنعملهاش عمياني كده علشان ما ندخلش العيان في مشاكل عندنا، وبنحبها قوي في عيانين النون انفيزيف فنتيليشن. طيب ايه اللي بيخلي لي العيان بعد كده انا خلاص عرفت كل اللي فات ده، الاقي العيان مش مستجيب للاكل، عنده انتولرانس، انا ما سالتش نفسي هل الجوت دي ريدي فور فيدنج ولا لا، وريدي ان انا ازود ولا لا. ليه؟ ايه اللي بيحصل في الجوت في عيانين البيكيو؟ لا ده بتحصل حاجات كتير جدا. اولا دي كونتريبيوتنج فاكتور تاذي الجوت، سواء انفلاماتوري ريسبونس سيرجري شوك سيديشن، كل ده يؤذي الجوت. دي الجوت النورمال اللي ربنا خلقها لنا بالخمسه باريرز دول، مايكروبيال بارير وكيميكال بارير وفيزيكال بارير وامنيولوجيكال بارير وماسل لاير. دي الحاجات اللي الجوت بتأدي بيها الفانكشن بتاعتها وبتمنع عن نفسها الاذى. كل بقى اللايرز دي بتتاذي في عيانين البيكيو عن طريق ايه؟ المايكروبيوم اولتريشن، ده احنا طول النهار نشفط العيان وندي انتي بايوتكس. عن طريق ايه؟ لوس اوف ميوسين انتجريتي، خلاص الكيميكال بارير راح في داهيه، التاي جانكشنز والسيل ابوبتوزس خلاص بقت خلاص فينستريتد كده كاني عندي الجلط دي زي المصفى، في اتروفي في الجلط لان العيان ما بياكلش انترالي فالاميون سيستم بتاع الجلط بيبوظ، وفي كمان ديسموتيليتي نتيجه فاكتورز كتير انا مش هقدر اتكلم فيها النهارده. فعشان كده انا عندي 60% من عيانين البيكيو عندهم انتولرانس للفيدنج وعندهم سام سورت اوف مال ابزوربشن، فاخد بالي وانا بدخل الفيدنج لهذا المريض. علشان كده لازم يبقى عندي جود مونيتورنج للفيدنج انتولرانس ماركر، ولازم استبلش الانترال نيوتريشن بدري، ولازم يبقى عندي جايد لاين واضح. انا عندي جايد لاين واضح، بزود 2 بزود 3 بزود 4، ويكون بروتوكولايزد، يعني كل الناس اللي في الرعايه المركزه بيزودوا بنفس الطريقه. طبعا انا مش هقدر اعرض برضو البروتوكول، فانا بعمل مونيتورنج بشوف بقى الجي اي تي مانيفيستيشنز كلها، الفوميتنج، الكونستيبيشن، الدياريه، الريجرجيتيشن، الابدومينال جيرس. والابدومينال جيرس ما يهمنيش كبارامتر، يهمني كباترن، يعني عمال يزيد يزيد يزيد، لكن كسنجل فاكتور لا ما يهمنيش خالص وما يفرقش معايا نهائي. طيب علشان استبلش الانتر نيوتريشن جايد لاين زي ما اتفقنا، امونيتور الانتولرانس، ممكن بالعيان مش مظبوط اروح بدل ما هو جاستريك احطه ترانس بايلوريك، طب العيان على ريجولار فورمولا احطه ببتايد بيز فورمولا، وكونسيدر الايه البروكاينيتكس. دي التصرفات اللي انا بصرفها في الرعايه علشان اعبر قصه ان العيان انتولرانت للفيدنج او مش بياكل كويس. يعني انا بعمل كل حاجه اقدر عليها علشان في النهايه العيان توصل له الايه الانترال نيوتريشن. الارتو فورمولا سيلكشن سهل خالص، انا يعني فيها كلام كتير كتير كتير، وبري بايوتكس وبرو بايوتكس وكل بقى الحاجات اللي تدافع عن الجات اللي اوريدي اتدشدشت في السلايد اللي قبل اللي فاتت، لما قلنا اللي في فيلاس اتروفي وقلنا في تاي جانكشن راحت في داهيه والميوسين مع السلامه. لكن انا هقولها للولاد اللي في الرعايات بطريقه بسيطه خالص. عندك عيان لو ريسك، لوريسك ده ايه؟ ابو نمونيا برونكيولايتس، داخل بقاله 48 ساعه وانت متوقع انها يخرج في خلال يومين ثلاثه، ستاندرد فورمولا جاست الايدج كونسيدريشن، شوف سن العيان ايه وحط له الستاندرد فورمولا المناسبه ليه، ما تعقدش نفسك. طب بقى العيان هاي ريسك، العيان هاي ريسك ابو سيبتك شوك، ابو امبندنج جات فيلير، ابو سيفير بيرن، ابو بوست اوبراتيف، وعيان وزمايلنا بتوع جراحه الاطفال قعدوا يلعبوا في بطنه 3 4 ساعات في اوضه العمليات، كل دي عيانين بنسميهم هاي ريسك بالنسبه للنيوتريشن. دول بقى
يفضل اديهم هيدرولايزد فورمولا بارشال او كومبليتلي هيدرولايزد، يفضل اديهم لو لاكتوز فورمولا لان هم عندهم لاكتوز انتولرانس، ببتايز بيست فورمولا، واحيانا بحتاج للسبيشال فورمولاز اكوردنج للعيانين. كونسيدر البروكاينيتكس دي اخر حاجه احنا في الميديكال اي سيوز ما بنحبهاش، وبنشتغل يعني ما بنشتغلش بالبروكاينيتكس قوي، ما بتفرقش معانا خالص لان العيان الفسيولوجيكال ريزيرف بتاعه على قده وهو عيان اصلا مريض. مين بقى اللي بيحبوا البروكاينيتكس واحيانا بيجيب معاهم نتائج؟ زمايلنا بتوع البيدياتريك سيرجري، لان عيان اصلا مش سيبتك، عيان نظيف، عيان كويس، دخل عمل عمليه، خرج من العمليه ما عندوش، مش كاردياك بيشنت، مش رينال عيان كويس بكل المقاييس، والعيان ده انتولرانت للفيدنج، هي المانيبيوليشن اللي هم عملوها مع شويه اناسيزيا زياده، فبيزقوا بالبروكاينيتكس. الدنيا احيانا بتمشي معاهم، بيحبوا احيانا الاسوميسين مش موجود، بروستجمين دوز صغيره كده مره او مرتين، لكن احنا مش بنستخدم البروكاينيتكس. كده انا خلصت الرسائل اللي انا عايزه اقولها من المحاضره بتاعتي، وانا كده خلصت. انا بس كنت هقول التيك هوم مسج ان ايرلي انترا نيوتريشن انيشيشن واتينمنت اوف 60% من الاستيميتد انرجي وبروتين ويذن ذا فيرست ويك از فيري امبورتنت. الجي اي تي ديسفانكشن في الانترال فيدنج انترال كونتينيو تو ليميت الاوبتيمال نيوتريشنال ديليفري، عشان كده لازم نشتغل عليه، عشان كده الفورمولا سيلكشن مهم، وعشان كده الدليفري تول مهم. فورمولا تو فيل ذا جاب وامبروف التوليرابيليتي، والدليفري ايزر ترانسبايلوريك او جاستريك لو انا يأست من ان انا ادي الجاستريك، وينيفر في تشالنجز نشتغل عليها، ما نخليش التشالنجز دي تاخرنا ابدا عن ان احنا ندي العيان فول انترال نيوتريشن. ثانك يو.